السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناتي أنا وبناتي في المطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا النهاردة هعمل لكم فيديو جديد ومختلف عن الفيديوهات اللي عملتها قبل كده. الفيديو بتاعنا النهاردة عن مشتريات مستلزمات الحلويات اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، أنا مشتريها من عند محلات مستلزمات الحلويات. أول حاجة هنبدأ بيها أنا هقول لكم على الحاجات اللي أنا جايباها وهقول لكم على الأسعار بالظبط، بس خليكم معايا. انا عندي دقيق الاسبونج ده شوكولاته، الكيلو ب20، انا جبت نص ب10. والفانيليا برضو نفس السعر، الكيلو ب20، انا جبت نص ب10. وعندي كريم شانتيه خام، ده نوع في نوع المتحده، انا الكيلو منه ب80، انا جبت نص ب40، بس خليته وحطيت لي كل ربع لوحدي زي ما انتم شايفين، لان انا عندي دقيق الاسبونج بياخد كريم شانتيه ربع كيلو، عشان كده خليته كل ربع لوحدي. وعندي دي البسبوسة، الكيلو ب10، انا جبت نص ب5، في منه طبعا الناعم وفي منه الخشن. وعندي الكريسبي الشوكولاتة ده الكيلو منه ب40، انا جبت ربع ب10، في منه طبعا جميع الالوان، وجبت انا جبت منه الشوكولاتة، جبت منه الابيض، اهو زي ما انتم شايفين في منه طبعا الحجم الصغير اهو، الكريسبي اهو، في كريسبي منه شوكولاتة وكريسبي ابيض برضو، ده الحجم الصغير، ده برضه الكيلو ب40، انا جبت ربع كيلو ب10، ده ربع ب10 وده ربع ب10 برضه زي ما انتم شايفين اهو. وده محسن جل، انا جبت الكميه دي ب5 جنيه، شايفين الكميه قد ايه زي ما انتم شايفين اهو. وعندي الوان جل الطعام ده، انا جبت الاثنين ب26، يعني الواحد ب13 جنيه، انا جبت الاصفر والاخضر اهو زي ما انتم شايفين. وعندي الخرز ده انا بعمل به الغريبة والحاجات اللي بتبقى حلوة دي العلبة ب3 جنيه، والفانيليا الباودر دي برضه ب3 جنيه اهو زي ما انتم شايفين. وعندي العجوة دي نص كيلو، الكيلو ب16، انا جبت نص كيلو بس ب8 جنيه اهو، مكتوب عليه الوزن بتاعه 500 جرام اهو زي ما انتم شايفين، دي جميلة جدا وطرية من جوه. وعندي الزبيب ده، الزبيب ده الكمية دي انا جبتها ب5 جنيه، في طبعا من الغامق وفي الفاتح، بس المتوفر عند الراجل ما كانش غير الغامق بس اضطريت ان انا اجيبه لان انا هحتاجه دلوقتي. وعندي الكاكاو الخام، الكاكاو ده اسباني، انا جبت التمن ب5 جنيه اهو زي ما انتم شايفين، ده انضف نوع في السوق، وده طبعا فورماسيه الوان، في من الشوكليت بس انا بحب الالوان دي، ده طبعا التمن ب5 جنيه اهو شايفين قد ايه. وده نشا، ده برضه تمن ب5 جنيه اهو زي ما انتم شايفين. والسمسم ده تمن برضه ب5 جنيه اهو، شايفين قد ايه، انا مرضتش اكتر في الكمية لان الكمية كتيرة بصراحة. وعندي الفول السوداني ده الكيلو منه ب40 جنيه، انا جبت ربع بس ب10 جنيه، شايفين الكمية قد ايه كتيرة والله، شايفين اهو. وعندي قالب الزبدة ده اسمها فيرين، انا جبتها ب35 جنيه، دي تحفة بصراحة في الاكل، انا بستعملها في كل الاكلات عندي، دي كيلو والوزن الصافي بتاعها مكتوب عليها كيلو اهو زي ما انتم شايفين. انا هوريكم برضه دلوقتي طريقة التخزين بتاعتها في الفريزر. وعندي ورق الترانسفير ده، اكيد حضراتكم تعرفوه، ده بتاع التزيين بتاع التورت والجاتو، دي الورقة ب2.5، في طبعا في كل الاشكال بس انا لقيته متوفر الاشكال دي فاضطريت ان انا اجيبه لان انا محتاجاه. عندي القاعدة بتاعت التورتة دي انا جبتها ب5 جنيه اهي زي ما انتم شايفين، انا جبتها علشان عيد ميلاد بنتي قريبا ان شاء الله، فانا عايزاها عشان كده هعمل لها فيها تورتة. وعندي علبة الكب كيك دي مش غالية ولا حاجة، انا جبتها ب10 جنيه، فيها كمية كتيرة من جوه. وعندي باكت الشوكولاتة ده الباكت اسمه سما، دي شوكولاتة بيضة انا جبتها ب10 جنيه، ودي الشوكولاتة اهي، شوكولاتة اهي دي غامقة طبعا، انا جبتها برضو ب10 جنيه اهو زي ما انتم شايفين. انا عندي العلب اللي حضراتكم تعرفوها دي طبعا دي علب مختلفة عن التانية، انا جبتها علشان اعبي فيها الشوكولاتات اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، دي انا جبت ال10 ب5 جنيه، يعني الواحدة ب5 جنيه، ودي جبت ال4 ب5، يعني الواحدة بجنيه وربع زي ما انتم شايفين، دي الحجم الكبير ودي الحجم الصغير اهو. عندي ورق الزبدة ده انا ده 10 متر، انا جبته ب8 جنيه،
ده ورق فويل، ده 50 متر، انا جبته ب 30 جنيه. في طبعا اقل من كده وفي اكتر من كده كمان، بس انا بجيبها على طول يعني وعارفاها. اول حاجة هنبدأ بيها، خليكم معايا. انا عندي العلب بتاعتنا اهي، انا هحط فيها الشوكولاتة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، بس هوسع مكان الاول. انا عندي العلب طبعا دي المقاس الكبير اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين اهي، هقفل عليها. هضيف الكريسب اهو في العلبه زي ما انتم شايفين اهو. العلب دي احسن حاجه انكم تخزنوا فيها الشوكولاتات والحلويات اللي انتم شايفينها دي، دي بتحافظ على الحاجات، بتحافظ على الحلويات زي ما انتم شايفين اهي، وبتفضل مقفوله اهي. هضيف الكريسب الكبير اهو زي ما انتم شايفين اهو، هقفل عليها اهي. الكريسب الابيض اهو، اهو زي ما انتم شايفين، والعلب بمقاس الشوكولاته بالضبط اهو، شايفين. وعندي الفول اهو، احط في علبه برضو اهو، شايفين اهو، وهقفل عليها كويس اهو. شايفين الحلاوه والجمال، شايفين العلب شكلهم جميل ازاي وحلو اهو زي ما انتم شايفين. خليكم معايا، انا دلوقتي عبيت الشوكولاتات في العلب الكبيره زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هحتاج العلب الصغيره اهو زي ما انتم شايفين اهو، دي انا هحط فيها السمسم والفورماسيه والحاجات اللي انتم هتشوفوها دلوقتي اهي. هضيف الفورماسيه زي ما انتم شايفين اهو اهو، والسمسم اهو، وهضيف الزبيب برضو. هو زي ما انتم شايفين انا هقفل عليهم كويس اهو، هوسع بس مكان اهي اهي. هجيب علبه ثانيه كمان هحط فيها الكاكاو الخام اهو زي ما انتم شايفين. وبكده احنا خلصنا كل الكميات اللي حضراتكم شايفينها دي، وعبيناها في العلب اهم، الشوكولاتة الكريسب الكبيرة والشوكولاتة الكريسب الصغيرة والفول السوداني طبعا والفورماسيه والسمسم والزبيب
وعندنا طبعا الكاكاو الخام. طبعا دلوقتي احنا هشيل كل اللي انا عملته دلوقتي وهنبدا نوريكم ازاي نخزنوا الزبده في الفريزر. خليكم معايا. انا عندي طبق اهو واسع زي ما انتم شايفين، هحط عليه قالب الزبده اهو. الزبده طبعا في منها ابيض بس انا بحب الاصفر في الاكل اهو زي ما انتم شايفين اهي. طبعا انا هقطعها مكعبات زي ما انت هتشوفوا دلوقتي اهي. اهو زي ما انتوا شايفين انا هقطعها مكعبات صغيره زي مكعبات الماجي كده زي ما انت هتشوفوا دلوقتي اهو. زي ما انتوا شايفين اهي. طبعا انا عندي علب اهو محكمه الغلق اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هضيف فيها الزبده المكعبات اهو. عايزين تقطعوها اكبر من كده براحتكم، عايزين تقللوها في التقطيع برضو براحتكم. انا اقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده طبعا هقطعها بنفس الحجم اللي حضراتكم شايفينها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم بعد ما قطعت الكمية اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين الكيلو الزبدة عمل معانا كمية قد ايه. انا بحب اقطعها مربعة كده واول ما احتاج بطلع على طول تبقى زي ما هي. بصوا زي ما انتوا شايفين. انا هقفل عليها دلوقتي اهو. زي ما انتوا شايفين الزبده يا جماعه ما بتتحطش في التلاجة من تحت، بتتحط في الفريزر. لو حطيتها في التلاجة من تحت هتبوظ، انما هي طريقه التخزين بتاعتها بتبقى في الفريزر. واول ما تحتاجي للاكل ولاي حاجه انت عايزه تعمليها هتطلعيها قبلها بدقيقتين وهتلاقيها فكت عادي معاكم. انا دلوقتي هدخلها الفريزر واول ما احتاجها هطلعها عادي زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا انا عندي علبه صغيره اهو وعندي محسن الجل. انا هفضيه في العلبة اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين اهو محسن الجلي يا جماعه ما بيتحطش في التلاجة، بيتحط في اي ظرفه من المطبخ من بره. لو حطيتوه في التلاجة هيبوظ اهو زي ما انتوا شايفين. يبقى كده كل حاجه جهزت معانا اهو. ايه رايكم في الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده؟ وايه رايكم في الترتيب اللي انا رتبته اهو زي ما انتوا شايفين؟ لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدوسوا على لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.